السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. النهاردة حبايبي إن شاء الله هنكمل دروس الجغرافيا، ودرسنا النهاردة هيتكلم عن الموارد الزراعية. طيب، كلمنا المرة اللي فاتت على السكان وأمراض توطن السكان وما إلى ذلك. النهاردة حبايبي هنتكلم عن الموارد الزراعية، وأول حاجة هنتكلم عليها هي أهمية الزراعة. طيب، الكلام ده أنت خدته في السنوات اللي فاتت، ولكن بشكل مبسط النهاردة إن شاء الله هنتكلم عليه بشكل متوسع، زي مثلا خدته في صف سابع على ليبيا فقط الزراعة في ليبيا، وبعدين درسته تاني في تامن في الوطن العربي، والصف التاسع درسته في خلال قارات العالم، والنهاردة بإذن الله هندرسه في كل العالم وإيه أهم المناطق الزراعية اللي عندنا، وزي ما احنا هنشوف. طيب، الزراعة هي من أهم الحرف الموجودة منذ وجود الإنسان على سطح الأرض، بل إن الزراعة كان السبب في قيام حضارات كبيرة جدا، واستقرار الحضارات والتجمعات البشرية، واستقرار الإنسان على ضفاف الأنهار، وقيام أهم الحضارات زي مثلا الحضارة الفرعونية في مصر، حضارة بلاد الرافدين في العراق، وما إلى ذلك من الإيه؟ من الحضارات. يبقى الزراعة أول حاجة أهميتها هي من أهم الحرف في العالم. تاني حاجة كمان إن الزراعة بتوفر لي مواد خام أولية بتقوم عليها الصناعة، يعني أنا ما أقدرش أعمل بعض الصناعات، بل أغلب كمان الصناعات ما أقدرش إن أنا أعملها الا اذا كانت متوفره الايه الزراعه اساس ليها، زي مثلا ايه ان هي بتوفر لي الذره، القمح، قصب السكر اللي بنتج منه السكر، القطن، وغيرها 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 الكثير من الايه من المحاصيل الزراعيه. يبقى دي تاني نقطه من اهميه الزراعه. تالت نقطه من اهميه الزراعه ان هي بتوفر لي غذاء للانسان، واذا طبعا بسبب الزياده السكانيه وقله الموارد الزراعيه ده كمان بيعمل لي مشكله، ممكن يعمل لي مشكله زي المجاعه. تمام، يبقى اذا كمان الزراعه مهمه جدا. يبقى الزراعه بتوفر فرص عمل، بتوفر مواد خام أولية تقوم عليها الصناعة، وبالتالي تقوم عليها التجارة، وتالت حاجة كمان إن هي بتوفر لي الغذاء للإيه؟ للإنسان. تمام؟ توفر غذاء، وكمان بتوفر لي مواد خام أولية. ما اقدرش اعمل زراعه، قلنا ما اقدرش اعمل صناعه وتجاره الا اذا كانت متوفره الايه الزراعه. طيب، تعالى نتتبع الزراعه كده في كل القارات، ونشوف مين اكبر القارات او مين اكتر قاره مهتمه بالزراعه ومين اقل بالترتيب. اول حاجه عايزك تعرفها ان مساحه الارض المزروعه في العالم هي تعتبر ضئيلة جدا، أي إن مساحة الأرض المزروعة في العالم 12% فقط من مساحة اليابس. يبقى أول حاجة المساحة المزروعة في العالم هي 12% فقط من مساحة الايه اليابس. طيب، اولى القارات او اكتر قارة عندها ارض زراعية هي قارة اوروبا، وكل قارة هنقولها كده بالترتيب، ونقول ايه اسباب زيادة الارض الزراعية فيها، او ايه اسباب انخفاض او قلة او ضيق الاراضي الزراعية فيها. يبقى تعالى كده نشوف بالترتيب ايه القارات اللي هي بالترتيب اكتر فيها اكبر مساحة زراعية. اول حاجة اوروبا، بعد كده عندي آسيا، بعد كده أمريكا الشمالية، بعدها إفريقيا، بعدها أستراليا بالترتيب كده، بعد كده أمريكا الجنوبية. طيب، تعالى نتتبع أسباب الترتيب ده. أول حاجة قارة أوروبا. قارة أوروبا مساحة الأراضي الزراعية فيها كبيرة جداً، على الرغم من قارة أوروبا مساحتها زي ما احنا عارفين 10 مليون كيلومتر مربع بس، يعني أقل بكتير جدا من مساحة آسيا مثلا هي 44 مليون كيلومتر مربع، وأقل كتير جدا من مساحة أفريقيا، أقل برضو من مساحة أمريكا الشمالية. ورغم كده إن أوروبا نسبة المساحة الزراعية فيها هي 31% من مساحتها. طب ده بيرجع إلى إيه؟ يرجع للتقدم العلمي والتكنولوجي طبعا الهائل اللي بتستخدمه أوروبا في الزراعة. يعني قدرت اوروبا انها تستغل كل شبر من ارضها ينفع ان هو يتزرع فيه من خلال هذه الاساليب العلميه. يعني ايه؟ مثلا ردم الترع، ردم المستنقعات، ازاله الغابات، ازاله الحشائش، مثلا حفر الترع، اقامه جسور، استغلال طبعا كل قطره من المياه موجوده فيها،
وبالتالي قدرت انها توصل لشكل كبير جدا. كمان ده تحسين كمان البذور، تحسين جودة الانتاج نفسها جيدة جدا، لان هي الزراعة عندها مش بس هدفها توفير الغذاء لسكانها بس، بل ان الزراعة في اوروبا تستهدف الى التصدير وتوفير رؤوس اموال الى من خلال تصدير هذه المنتجات الى الدول الاخرى. يبقى سبب تقدم اوروبا وسبب زيادة مساحة الاراضي الزراعية في اوروبا هي التقدم العلمي والتكنولوجي. طيب بالنسبة تعالى كده نشوف قارة مثلا زي آسيا وأمريكا الشمالية، مساحتهم كبيرة جدا، ليه بس الأراضي الزراعية فيهم مش كبيرة؟ هنشوف قارة آسيا وأمريكا الشمالية. أقول لك سبب قلة الأراضي الزراعية في آسيا وأمريكا الشمالية، هو أول حاجة إن شمال آسيا وشمال أمريكا الشمالية زي ما أنت عارف جليد، مناطق جليدية لا تجود الزراعة فيها، ده أول نقطة. تاني نقطة عندي هي إن فيها برضو أراضي صحراوية، فيها غابات، فيها غابات في الجنوب، صحراء في الوسط، في الشمال مناطق جليدية. يبقى الأراضي الزراعية على الرغم من المساحة الهائلة أو الكبيرة لهذه القارات، إلا إن مساحة الأراضي الزراعية فيها ضئيلة. تمام، ده بالنسبة لقارتين زي آسيا وأمريكا الشمالية. طيب أمال أفريقيا وأمريكا الجنوبية، إيه سبب قلة الأراضي الزراعية فيهم رغم إن هم بعيد يعني أبعد ما يكون عن المحيط المتجمد الشمالي مثلا؟ هقول لك إن أفريقيا وأمريكا الجنوبية فيها غابات استوائية هائلة جدا، وطبعا دي صعبة الإزالة، فيها مناطق مراعي واسعة. كمان أفريقيا وأمريكا الجنوبية فيهم مناطق صحراوية كبيرة، مثلا زي مثال الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا، وبرضو كذلك مناطق الأمازون في أمريكا الجنوبية، ودي تعتبر دي غابات استوائية زي اللي في أفريقيا بالظبط. مش بس كده، كمان امتداد الجبال في أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية وامتداد الهضاب والجبال فيها كتيرة جدا، فده أدى إلى قلة الأراضي الزراعية. يبقى احنا كده خدنا سبب زيادة الأراضي الزراعية في أوروبا، وسبب قلة الأراضي الزراعية في آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. طيب تعالى بعد كده نكمل، وافتح كتابك معايا صفحة 216 وركز كده معايا، هناخد أي مقاومات الزراعة. بس قبل ما ناخد مقاومات الزراعة عايزاك تعرف نقطة، إن هل الدول وقفت او سكتت على هذا على يعني هذه الاسباب الطبيعيه وما قدرتش تطور نفسها؟ لا طبعا، ده في بعض القارات قدرت انها تتغلب على صعوبات البيئه الموجوده، زي مثلا قاره اسيا قدرت تستغل بعض المساحه الاراضي الزراعيه اللي ينفع ان هي تطورها ومساحه الاراضي الزراعيه فيها زادت. لكن بعض القارات الثانيه زي امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه ما عرفتش تعمل ده، وانصرف السكان فيها الى اعمال اكثر ربحا، لان هم شافوا ان الزراعه مش اكتر حاجة هتجيب لهم اموال، اشتغلوا في حاجات تانية ممكن تجيب لهم اموال اكتر. تمام كده. طيب تعال نشوف المقاومات، مقاومات الانتاج الزراعي، ودول خدتهم قبل كده بس النهاردة ان شاء الله هنتكلم عليهم باستفاضة. اول نوع في المقاومات الطبيعية هو التربة. انا عشان ازرع طبعا العوامل الطبيعية والعوامل البشرية طبعا متكاملة، ما اقدرش ان انا افصل بين اي واحدة منها، وكلها بتكمل بعضها علشان اقدر ان انا اعمل زراعة جيدة. بالنسبة للمقاومات الطبيعية، اول حاجة عندي التربة. طيب يعني ايه اصلا كلمة تربة؟ ودي خدتها كتير قوي قبل كده بس هفكرك بيها. التربة هي الطبقة السطحية الرقيقة التي تغطي قشرة الارضية ويمد فيها النبات جذوره ويستمد منها غذاء. التربة دي ملهاش نوع واحد، دي انواع عديدة جدا وفي مناطق عديدة، زي مثلا في تربة محلية موجودة في نفس المنطقة، وفي تربة تانية منقولة، يعني نقلها مثلا انهار اثناء فيضانها واثناء جرانها ونقلها من منطقة لاخرى، زي مثلا تربة لاسيما مثلا تربة زراعية في مصر، دي تربة منقولة من هضبة الحبشة، لان يعتبر مصر هي المصب. تمام كده. يبقى التربة الانواع المحلية ومنقولة، في مثلا تربة الاستبس، تربة المناطق الصحراوية، التربة القوقازية الصحراوية، في عندك تربة البحر المتوسط، كل نوع تربة له خصائص معينة. طيب التربة كمان ليها الوان وليها اسباب في الالوان دي، في تربة سوداء، في تربة حمراء، في تربة مختلطة، وفي تربة صفراء. ايه سبب او ايه اللي بيخلي اللون ده مختلف عن اللون ده؟ التربة السوداء اللي بيكسبها هذا اللون هي زيادة المواد العضوية، اما بالنسبة للتربة الحمراء هي ما الذي يجعلها بهذا اللون، وهي زيادة نسبة اكاسيد الحديد. والنوعين دول بالذات دول من اقصب انواع الاراضي، اقصب من اقصب انواع التربة.
تمام. طيب هل اختلاف انواع التربه ده بيأثر؟ اه طبعا بيأثر، لان كل نوع من الزراعه بيحتاج نوع تربه معينه، وبيحتاج درجه من الايه وجود الدبال او من وجود العناصر العضويه المغذيه في كل ايه في كل نوع. يعني مثلا في بعض الانواع الزراعيه او بعض المحاصيل الزراعيه تقدر ان هي تتحمل قله المواد العضويه بعض الشيء زي مثلا الشعير، لكن في محاصيل تانية ما ينفعش خالص ان هي يكون التربه الا انها تكون مثلا مليئه بالمغذيات ومليئه بالدبال المواد العضويه زي القمح. تمام، يبقى ده اول نوع اتكلمنا عنه التربه. تاني نوع عندي هو السطح. طيب السطح ايه انسب سطح للزراعه؟ طبعا في سطح مستوي، في سطح مائل او مثلا زي المدرجات على المرتفعات، وفي سطح شبه مائل. ايه انسب نوع؟ طبعا هتقولي المستوي. لا طبعا غلط. ليه؟ طيب السطح المستوي بتتراكم فيه المياه وتتخزن وبتعمل لي مستنقعات وبيصعب فيه الصرف، فبالتالي هو مش احسن نوع. طيب تربه السطح اللي هو المدرج او السطح اللي هو المائل شديد الميل كده، ده بيؤدي لان مش بيحفظ فيه المياه وبتختلف فيه نسب المياه من منطقه لاخرى، وكمان بيتحكم في سمك التربه، فبالتالي هو مش انسب حاجه. هو اوكي ينفع ازرع فيه بس هو مش افضل حاجه للايه للزراعه. انسب سطح للزراعه هو السطح شبه المائل، يعني فيه انحدار بسيط بحيث ان هو يقدر يوفر لي صرف جيد. وكده اتكلمنا عن السطح وهو مهم جدا وعامل مهم من ايه من عوامل الطبيعي. تالت حاجه درجه الحراره، ودرجه الحراره طبعا عامل مهم والذي يحدد نوع الغلات ونوع المحصول الزراعي. يعني زي ما انا عارفه عندي محاصيل صيفيه ما ينفعش تتزرع الا اذا كانت درجه الحراره عاليه، وفي عندي محاصيل شتويه لازم تلزم انخفاض في درجه الحراره. تمام، يبقى درجة الحرارة هي اللي بتحدد لي نوع الغلة. طيب درجة الحرارة اللي بيأثر فيها التضاريس، كل ما ارتفعنا احنا عارفين كل ما ارتفعنا شمالا مثلا تنخفض درجة الحرارة. طيب بتأثر فيها كمان بتأثر فيها عوامل كتير قوي زي التضاريس، زي العروض الموقع مثلا بالنسبة لدوائر العرض وايه الى غير ذلك. يبقى درجة الحرارة مهمة لان هي بتحدد لي نوع المحصول اللي انا هزرعه. تعالى نكمل كده وناخد اهم نوع من العوامل الطبيعيه وهو المياه، وده اللي بيكمل لي كل الانواع. الميه ثلاث انواع، عارفين الموارد المائيه طبعا سهله، ثلاث انواع: ماء المطر ومياه الانهار والمياه الجوفيه. تفتكر كده ايه اكتر نوع بعتمد عليه في الزراعه؟ طبعا انت هتقولي مياه الانهار. لا طبعا غلط، مياه الامطار اكثر نوع من انواع الزراعه في العالم هي المياه الزراعه التي تعتمد على المطر. تمام، على الرغم ان مش اكثر استقرارا الا ان هي منتشره بشكل واسع، لان مش كل الدول فيها انهار، او حتى لو فيها انهار ممكن ما تصلحش المناطق اللي ايه اللي على ضفاف الانهار للزراعه لاسباب عديده جدا في مناطق مختلفه. طيب لكن الانهار دايما بتقوم حواليها زراعه مستقره. بعد كده تعالى نكمل معايا العوامل البشريه. العوامل البشرية أول حاجة الأيدي العاملة، لأن طبعا بعض الزراعات تحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة وبعض الزراعات تانية تحتاج إلى أيدي عاملة قليلة، وده على حسب التقدم العلمي والتكنولوجي. تاني حاجة التقدم العلمي والتكنولوجي اللي بيقدر أحسن بيه الإنتاج الزراعي، وده مهم جدا، وده طبعا موجود في أوروبا مش موجود في الدول النامية. تالت حاجة التخطيط الزراعي اللي أنا بقدر أحدد إيه أنسب مكان، يعني مثلا أزرع المحصول اللي محتاج كثافة سكانية كبيرة في مناطق فيها سكان كتير، ان انا اقدر احدد مثلا المحصول ده بيحتاج انهي مناخ واشوف انسب مكان لزراعته. الالات الزراعيه، ودي اللي بتقلل لي هنا الايدي العامله، وبتوفر عليا ايدي عامله كتير جدا، وبقدر ان انا استخدمها في تحسين الانتاج الزراعي وانتاج اكتر وانتاج افضل طبعا وكده. رؤوس الاموال اللي انا بقدر اشتري بيها البذور، الالات، بدفع بيها اجور العمال وما الى غير ذلك من الايه من المصاريف. بعد كده الاسواق، وفي اسواق محليه عندي وفي اسواق طبعا خارجيه، ودي اللي بتقدر تصرف لي هذه المنتجات وتنقلها لي من مناطق وتنقلها لي الى الايه المناطق اللي يتم استهلاك فيها هذه الزراعه. الطرق، طبعا توافر شبكه طرق جيده ومتصله ورخيصه بيؤثر بشكل كبير على انتاج الزراعه، سواء كانت الطرق دي محليه فرعيه او ما بين المدن وبعضها، لان الطرق هي اللي بتنقل الانتاج من مناطق الانتاج الزراعي من مناطق انتاجه في الريف الى مناطق الاستهلاك او الى مثلا المصانع اللي هيتم فيها استغلال
هذه المحاصيل. واخر حاجه واهم نقطه هي التنميه الزراعيه، ودي اللي بقدر بيها اطور الانتاج، ودي اللي للاسف ضعيفه او مش متطوره في الدول الناميه، بل متقدمه جدا في الايه، في الدول المتقدمه زي ما احنا كده قلنا ايه، اوروبا. وبكده النهارده نكون كملنا مقومات الانتاج الزراعي. المره الجايه هنتكلم عن انماط الزراعه، وتعالى كده نشوف الواجب. رتب القارات من حيث مساحة الأرض الزراعية. تكلم عن المقومات البشرية والطبيعية للزراعة، طبعا مع ذكر مثال لكل ايه، لكل نقطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.